الطرفاوي التابع لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك، فرع المتوسطية للتبريد فريغوميتيت، محطة أخرى وقف عندها الوزير الأول، حيث اطلع على مختلف الأجنحة والأنشطة وتلقى شروحات حول هذا الإنجاز الذي تدعمت به قدرة التخزين والتبريد في هذه المنطقة التي تعد الأولى وطنيا في مجال إنتاج الخضروات. الوزير الأول أكد أهمية هذا المركب البالغة، حيث يندرج ضمن خطة وطنية تشمل 50 مركبا عبر الوطن، الغاية منها تتجاوز التجميع والتخزين وضمان التموين للسوق الداخلية إلى هدف التصدير الذي يجب أن يكون حسب تعليمات الوزير الأول بإشراك أجانب مهنيين لإيجاد أسواق خارجية في إطار الشراكة العمومية الخاصة. لوبجيكتيف ماهيش باش تخزنوا، لوبجيكتيف سيك من درك فو ابسوليومون ديروا دي كونفونسيون مع لي بروديكتور، ماش تسناهم يجيوك، استادير جماعتك يروحوا عندهم باش ديروا معاهم دي كونفونسيون بور ريكوبيري لا برودكسيون. دونك اون فوا لا برودكسيون ريكوبيري بيان سور فو ستوكيوها هنا فو لا بريباري à la commercialisation avec deux objectifs, le marché national ou c'est une tourma en tant que frigomédite les hommes tout de suite il y a un partenaire étranger mais je sais pas faire charge, ça dit que la production tu me suis directement mené l'ouest sur un marché à l'étranger. Il faut un objectif, faut pas qu'il m'a rendu le dos galgé à l'air de batata j'ai pas ومن بعد الجماعة دي ستوكي وقت كذا وكذا كما راهي في عند دفلة الجماعة راهم يلعبوا لنا على ستوكاج ودي ستوكاج باش يلعبوا على لي بري، هذه غير مقبول. دونك لوبجيكتيف تاع فيريكوميديت سو لو بلون ناسيونال تخزن لو سيربلو باش تطلقوا في الوقت المناسب، مي سورتو بارتيسيبي على الاكسبورتاسيون. الوزير الأول أبدى حرصا كبيرا على ضرورة المرور إلى مرحلة المهنية في تصدير فائض المنتوج الفلاحي، خاصة في هذه المنطقة الفلاحية بامتياز، مع استغلال كل مميزات المنتوج الفلاحي الوطني المطلوبة عالميا. احنا رانا خدينا قرار في الحكومة سي سكون ابل بور دو فينونسمون التيرناتيف لو بارتناريا بوبليك بريفي، لازم تلقى واحد معاك شريك هو يجيب لا لوجيستيك كل ليكسبورتاسيون، تتوجد هنا لا برودكسيون تبريباريها بور ليكسبورتاسيون وهو يسوقها، باسكو لكن انت دير كلش ما دير والو، الاسواق الخارجيه حاكمينهم ماليهم. هذا هو لوبجيكتيف الجديد تاع فيريغوميديت. المركب الذي استلم مؤخرا يعمل بمواصفات عالمية، يعد الأكبر جهويا بقدرة استيعاب تصل إلى 50,000 طن، مع إمكانات كبيرة للتجميد بالنسبة للحوم بكل أنواعها وكذا الأسماك.